278 متر في ايست تاون، ايست تاون تبع شركة سودك. 278 متر رخام، تشطيب كل رخام. ده المطبخ زي ما احنا شايفين. وده حمام ضيوف. ريسبشن بتاعنا وتراس كبير. كل ده مساحة التراس على نفس مساحة الريسبشن. في هنا أوضة ناني بالتولت خاص برضو بالناني، والمطبخ هنا. بعد ذلك الكهرباء كلها راكبة، كله جاهز. بعد كده الليفت سايد بندخل على ليفينج روم اللي احنا فيه دي، ومعها برضو تراس. وعندي بعد كده ثلاث اوض نوم، ادي اول اوضه منهم. وده حمام بيخدم الاوضتين بتوعنا غير اوضه الماستر. دي الاوضه الثانيه. بعد كده الاوضه الماستر. الاوضه الماستر بتاعتنا فيها دريسنج روم وحمام، ودي الاوضه الماستر وليها برضو تراس صغير. ميتين تمانيه وسبعين متر، ثلاث اوض نوم وريسبشن وليفينج وناني روم.